جمهور شعب مصر كله معاكي عشان تقولي. فانت هتقولي كل اللي نفسك فيه. يا رب المجلس يولع، ما عندناش مشكله. يولع ايه؟ يولع دي شويه. اتفضلي بقى قولي. لا اذا سمحت. ايوه. لا الاتهام. يا رب المجلس العسكري كله خوازيق 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 الى اقصى درجه. طيبة انا قوي. وتتمنى لهم ايه في السنة الخير؟ اتمنى لهم بالخوازيق بالسنة الجديدة. السنة الجديدة خوازيق برضو. هتمنى لهم اكتر من كده ايه؟ كل واحد ما شاء الله خازوق كده يطلع من هنا. بس انا شفت الموضوع الخوازيق ده في استنى بس افغانستان باكستان. لا استنى، كانت فين؟ اوزبكستان. لا لا لا، على فكرة الخوازيق دي اتنفذت في الثورة الفرنسية. ايوه انا فاهمة، بس انا شفتهم بينفذوها. حد كان عامل حاجه مش مظبوطه. اه والله العظيم اتلفوا حواليه عملوا دايره كده. وانا كل ده مش فاهمه ايه اللي انا مش شايف، مش فاهمه ايه الموضوع. واكتشفت ان كده محطوط كده وقعدوا يعذبوا فيه يدقوا فيه، ولغايه اللي بتاع طلع من كتفه من هنا يعني. وهو عمالين وحواليه يلفوا وراي يسقفوا يعني. بصي كان اه والله اكتر بس اللي جالي انهيار عصبي يوميها. اللي فرجني على البتاع قلت له حسبي الله ونعم الوكيل يا رب تلزق في عمود نور. وجعلي قلبي من المنظر ده، اثر فيا جدا. قعدت كام يوم مكتئبه. كل سنه وانت طيبه. عشان كده انا بتمنى المجلس العسكري البتاع ده. طب وبالنسبه لمصر بقى، شعب مصر بس تبقى زي الفل. يا رب يا رب يا رب بقى ترجع كده بلدنا تبقى حلوه زي زمان، ونبقى احنا كلنا حلوين. بعزك بس عشان اليوك بس يظهر بالصوره. يا دي حاجه خدت الله. و يا رب خلص عليهم كلهم يا رب. انا مش طالبه اكتر من كده يا رب، بس بقيتي عليهم كل الفشل الفاسدين دول، الحربيه ونسيتي في 70 لا 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 بسك بقى اللي نهبونا وخربونا وحربتونا وعذبونا. بس اكتر من كده ايه؟ واحد يبقى طباع. ربنا يعوض بالسلامه. الله يخليك. وكل سنه وانت طيبه وبخير. يا رب انتوا كلكم طيبين، كل الناس يا رب طيبه.